مساءكم خير. النهارده هنتكلم في حكايات كتير وكالعاده يوم الجمعه، قصص سريعه وبسرعه جدا. هنتكلم في موضوعات مختلفه سواء حصلت على مدار الاسبوع او عناوين رئيسيه كبيره النهارده. بس قبل ما نتكلم في التفاصيل، خليني اقول لكم انه الجو البارد ده في بعض الناس، او انا بتكلم حتى وايديا متلجه كده، بعض الناس يصيبها بقدر كتير من الكآبه. وطبعا سنتين الكورونا اللي فاتوا خلونا نعرف انه علم النفس كمان اكتشف ان في اعراض كتيره جدا مرتبطه بالحبسه والقعده الطويله في البيت، فخلت انه نفسيه الناس متاثره في معظم اماكن ودول العالم. الحاجة بقى كمان الجميلة والغريبة شوية أنه يقولوا أنه في وظائف المستقبل أو المهن الأفضل في المستقبل هي المهن المتعلقة بعلم النفس. فاللي عايز يدرس حاجة هيلاقي لها سوق شغل يدرس علم نفس، لأنه الناس كلها محتاجة دعم ومساعدة نفسية جدا. ليه بقى بقول المقدمة الطويلة الكبيرة دي عن البرد والكآبة والكورونا؟ لأنه الحقيقة أنه في كمان بدأت دلوقتي تدريبات كتير الناس بتعلمها لنفسها، ليها دعوة بأنه طول الفترة القاعدة في البيت إزاي تكون منتجة وإزاي تخرجك من الوضع ده من الاكتئاب. واحدة من الأفكار دي حاجة كده لطيفة اسمها أنه كآبة الفوضى. لو أنت حواليك مكان فيه فوضى وفي عدم ترتيب وملخبط ومكركب بلغتنا إحنا كده، بيصيبك كمان بحالة زيادة سلبية من الاكتئاب. وعشان كده بينصح كتير من الناس، بيقول لك انه ارخص علاج نفسي انك وانت قاعد في البيت، وارخص طريقه للدفى بالمناسبه انك وانت قاعد في البيت ترتب حاجات. فكل ما بترتب حاجات يعني ملموسه كده بايدك، كل ما بتزيد طاقتك وقدرتك على الانجاز، وفي نفس الوقت بتحس بحاله كده من الهدوء والسلام. بس كده، دي كانت حاجه نفسي اشارككم بيها، لان انا شخصيا بكتشف انه كل حاجه بتترتب بتقود إلى نتائج أحسن. وبذكر الترتيب وبذكر أنه الفوضى دي بتعمل كآبة، إحنا كمان على الصعيد السياسي والاجتماعي عشنا كتير من اللخبطة. وعشان كده كل ما تترتب أمور تخص الشأن الداخلي المصري أو الشأن الخارجي المصري، إحنا قادرين بسرعة نحس الفرق. ضمن الحاجات اللي ترتبت بشكل مذهل على مدار السنوات اللي فاتت، نقدر نقول أنها السياسة الخارجية لمصر. تم التعامل مع هذا الملف بقدر كبير من الذكاء، يمكن مش مكانه ومحله النهاردة، لكن السياسة الخارجية لمصر في عهد رئيس عبد الفتاح السيسي مش بس نقدر نقول أنه سياسة جديدة، لأنه بطبيعة الحال هي لازم تكون جديدة ومختلفة، لكنها بتتحرك بطريقة مرتبة ومنظمة، وكل خطوة تؤدي إلى ما تليها من خطوات. واحدة من الحاجات اللي مثلا اللي ما كانش فينا متابع قوي العلاقات مصر مثلا مع النمور الأسيوية، يعني يكتشف كده أو نكتشف أنه في زيارة رئيس كوريا الجنوبية الأخير، أنه دي زيارة جت بعد انقطاع 16 سنة، وأنه آخر زيارة للرئيس كوري جنوبي لمصر كانت من 16 سنة. زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيان لمصر كانت ضمن زيارة لمنطقة الشرق الأوسط، وهي زي ما بقول لحضراتكم كده من فترات طويلة. في علاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، لكن ما كانتش على هذا المستوى، السيدة الأولى والسيدة الأولى الرئيس والرئيس، ودي ليها دلالات كتير تخص التعاون ما بين مصر وكوريا. ولما نتكلم عن كوريا الجنوبية، احنا بنتكلم عن واحدة من الاقتصادات العملاقة في العالم، واقتصاد عملاق جه بعد فترة من التعثر. كوريا الجنوبية دي واحدة من الدول اللي عاشت على معونات لفترات طويلة جدا، لكنها كمان قدرت تنهض وتستفيق بقدرات مش قادرة أقول خارقة، لكنها برضو بقدرات مدروسة ومحسوبة خطوة خطوة. كوريا الجنوبية واحدة من أهم البلاد مثلا اللي بتشتغل في صناعات إحنا في مصر عارفين أنها بالنسبة لنا من الأحلام، صناعات مثلا السيارات الكهربائية، وصناعات كل الأجهزة، وصناعات السيارات بشكل عام. دي حاجة من أجندة مصر في الصناعة، وبالتالي التعاون ده جوه الأهداف المصرية تحديدا. وإحنا بنتكلم على تحديث شبكة النقل، توسيع أدوات النقل الصديقة للبيئة. كوريا الجنوبية دولة قطعت في المجال ده يعني آفاق كبيرة جدا. ولما مصر بتتكلم عن التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، تعالوا نربط ده باللي اتقال في مؤتمر الشباب مثلا، واللي اتقال عن
الاحتباس الحراري ومساهمة مصر في تقليل استخدامات كل ما هو منتج للعادم. مصر كمان قريب جدا بتستضيف النسخة 27 من قمة المناخ في السنة دي. يعني مصر بتتكلم عن التفاصيل دي بقدر كبير من المشاركة، مش أننا بس بننظر عندها لكن احنا بنشارك. كل العناوين دي بقى حطها جوه برواز كده وقول تفاصيل هذه الزيارة وكمان تداعيات ونتائج هذه الزيارة علينا يبقى شكله إيه. الأول نمسي ونرحب بالكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، ونسأله بقى، هو ملك التفاصيل وهو كتب مقال جميل عن هذه الزيارة لخص فيه الأبعاد الأساسية للتعاون. مساء الخير على حضرتك أستاذ أكرم. مساء النور، أهلا وسهلا. خليني أسأل حضرتك، يعني يمكن بعض الناس يشوف هي قد تكون إجراءات دبلوماسية بين البلاد، إحنا ليه شايفينها بهذا العمق؟ إحنا ليه شايفينها بهذا الأهمية؟ إيه الانطباعات اللي حضرتك خرجت بيها من هذه الزيارة، مش بس على مستوى العلاقات الخارجية لمصر لكن كمان على مستوى تعاون اقتصادي ممكن يكون مفيد لمصر وبالتأكيد مفيد للطرفين؟ لا، هو الحقيقه الكلام اللي حضرتك قلتيه ده كلام في غايه الاهميه، لانه كلام الدول دي يعني الزياره ما هياش زياره بروتوكوليه، والدليل انه احنا بنتكلم في تفاصيل. الزيارات البروتوكوليه عاده بتكون شديده القصر وبتكون لقاءات بروتوكوليه وكلام مجاملات وينتهي، لكن الحقيقه احنا بنتكلم على لجنه مشتركه، بنتكلم على اتفاقيات بالفعل تم توقيعها، على كلام وحسابات حقيقية للمكسب والخسارة والمصالح المشتركة. زي ما انت اشرتي، كوريا دولة متقدمة لها تجربة بدأت من الصعوبة وبذلوا جهد كبير جدا عشان يوصلوا للي هم فيه، عندهم تقدم في التقنيات، في التكنولوجيا، في النقل، في السيارات. ويمكن احنا لو هنقول امثلة، في شركات كتيرة جدا، واظن انه كثير من الطبقات الوسطى في مصر بتستخدم السيارات الكوريه على مدى عقود، ده دليل على ان احنا في ثقه معينه في هذا المنتج. لما بنتكلم على هذه الشركه الكبيره جدا في صناعه النقل اللي بتتكلم على انه سيتم خطوط انتاج لعربات المترو تنتج في مصر، مش بس تنتج في مصر الحقيقه، ده هتنتج انتاج مشترك وكوريا نفسها تفتح سوق لتصدير هذه العربات في الخارج مش بس للسوق المحلي. فمعناه ان في جديه في الاتفاقات وجديه في الكلام وفي صناعه المستقبل. يمكن الرئيس الكوري في لقاء اللجنه المشتركه مع رئيس الوزراء طبعا التقى مع الرئيس وكان في توقيع اتفاقيات قد تقود الى يعني اتفاقيه تجاره، ومصر حريصه قوي على فكره اتفاقيات التجاره دي تعمل اولا تجاره متبادله، توازن في الموازين التجاريه، الامر الاخر تبادل الخبرات ونقل الخبرات المتبادله. اكيد كوريا والمستثمرين الكوريين، احنا بنتكلم في ما يقرب من مليار دولار استثمارات كوريا في مصر، زي ما احنا اشرنا في صناعه السيارات، في صناعه الطاقه، في السيارات الكهربائيه مثلا. الرئيس الكوري بيتكلم على انه مصر كمان يعني بوابه حقيقيه وجاده الى قاره افريقيا، لان دائما مصر اصبحت جسر واضح وحقيقي بين افريقيا وبين دول العالم، سواء اسيا، اوروبا، روسيا. ومصر كانت حريصه جدا انها تعقد اتفاقيه، يعني مؤتمرات افريقيا الصين، افريقيا روسيا، افريقيا اوروبا. يعني معناها انه الرئيس الكوري لما بيتكلم بيقول ايديكم في ايدينا وان احنا نعمل نتحرك للمستقبل. بالتاكيد المستثمر الكوري او المستثمر العالمي اللي هيجي هنا هيبقى شايف مؤشرات دوليه لمؤسسات دوليه عن مدى تقدم اللي حققه الاقتصاد المصري، على مدى التطور اللي حاصل في مصر. وده تحديدا اللي انا عايزه اروح فيه مع حضرتك لتفصيله ادق شويه. احنا بنتكلم عن دوله ربع سكانها بيشتغلوا بالصناعه، فيعني صناعه وحجم مرعب من او قدر مرعب من الاقتصاد بيعتمد على الصناعه. لما السوق ده يشوف في مصر سوق واعد وفرص حقيقيه وزي ما حضرتك بتقول مجالات للتعاون وكمان محطه للتصدير للمنطقه، ده يحتاج ان احنا نكون حققنا ايه على الارض؟ يعني خلينا نفهم من زاويه تانية، مصر ممكن تكون قطعت شوط قد ايه عشان نتشاف بالطريقه دي من دوله بهذا الحجم؟ بالضبط. هو طبعا يعني كدولة صناعية، مش بس الصناعة التقليدية، كمان صناعة التكنولوجيا، صناعة النقل،
صناعه الرقمنه لانه النهارده التكنولوجيا جزء رئيسي جدا من اي صناعه، صناعه بدون تكنولوجيا ليست صناعه. وبالتالي فاحنا بنتكلم على انه مصر بوابه لافريقيا مثلا او اقتصاد مصر وعلاقاتها واكثر من شركه بتتكلم على يعني اكثر من اتفاقيه مع دول افريقيه او غيره ومصر بتتكلم في ده، فاحنا بنتكلم على سوق واحد وواسع وتبادل تجاري حقيقي، انه سواء مصر تبقى بوابه لافريقيا او كمان بوابه من افريقيا للعالم، لانه مصر ما بتتكلمش دايما كدولة فرد ولكنها كجزء من مجتمع دولي وإقليمي قابل للنمو وقابل للحركة. وانت أشرت لنقطة مهمة جدا في الاقتصاد، انه دول زي كوريا او دول النمور الآسيوية عموما ما عندهاش موارد بالقدر اللي عندها افكار. ودايما الرئيس عبد الفتاح السيسي لو احنا سمعناه في اسبوع الصعيد او في مؤتمر منتدى الشباب اتكلم، احنا ما عندناش غير الافكار، الافكار هي اللي بتعمل القيمة. دول المتقدمة معظمها اللي عندها تقنيه وعندها هي عندها افكار بالدرجه الاولى، عشان كده بس احنا عندنا افكار وموارد وايدي عامله وكل حاجه. بالظبط، وهو ده اللي بيركز دايما عليه الرئيس ويقول انه الطموحات الجديده في تطوير التعليم، في الذكاء الاصطناعي، في التخصصات اللي السوق بيطلبها. لما بنتكلم على انه مصر عندها سياق عام او بنى عام للتنميه، خطوط القطارات الكهربائيه اللي بتربط موان البحر الابيض بالبحر المتوسط بالبحر الاحمر، في خطوط من الشمال الى الجنوب، في ارتباط كيب تاون القاهره، خط في خط في النيل للنقل المهري، في تطوير حقيقي مثلا لادوات النقل سواء المترو او المونوريل او القطار الكهربائي وادوات النقل والطرق والمحاور، بالاضافه الى المناطق الصناعيه والمناطق المختلفه. فاذا كان لدى كوريا افكار وانها تقدر تقدم النهارده في توطين لصناعه السيارات في مصر، ومصر زي ما انت اشرتي بتميل الى تطوير النقل بالشكل اللي يتم فيه احلال نقل ذو الطاقه الخضراء او الطاقه الاقل تلويثا، ومصر هتستضيف قمه المناخ 27 قريبا في شرم الشيخ، وبالتالي ففي جديه حقيقيه. واي مستثمر اذا احنا بنتكلم على 2 مليار دولار قابله للنمو والمضاعفه حسب الكلام اللي اتقال، او منحه من الجانب الكوري، أو 800 مليون دولار استثمارات كورية في 33 شركة، منها شركات السيارات زي ما احنا عارفين وشركات مختلفة. لما تكون كوريا لديها رغبة أو كادة في التعاون في مشروع زي حياة كريمة باعتباره مشروع قابل للقياس وقابل للنقل وقابل للتطور والتفكير، في هذه الحالة أعتقد أنه بيكون هنا سياق مختلف عن سياق البروتوكولات او اللقاءات التقليديه. ومصر الحقيقه في سياستها الخارجيه بتقوم على اطراف مختلفه، اولا فكره الثقه في قدره مصر اقليميا ودوليا على اعتبار انها جسر وقادره على تقديم مبادرات دائما وتقليل التوترات وغيره، نفس الوقت العلاقات الثنائيه والمصالح المشتركه اللي بتضمن لكل الاطراف، لانه طبيعي انه مفيش طرف هيستغل طرف، لكن يمكن لكلا الطرفين ان هو وين وين سيتويشن، كلا الطرفين بيبقوا كسبانين في حاله استخدام الافكار واستخدام التطوير في هذا الامر. واعتقد انه كتير من دول العالم بتشوف ان مصر ارض الفرص دلوقتي، وعندها فرص حقيقيه ان هم زي ما حضرتك قلت يعمل استثمارات ناجحه جدا وبتحقق مكاسب اكيد حقيقيه لمصر. انا بشكرك، بكرر شكر حضرتك الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، اللي احنا بنتكلم عنه شراكات صناعيه كبرى. والحقيقه انه زي ما استاذ اكرم قال كده، احنا يعني اتحركنا خطوات بالفعل في ده، اسسنا بنيه قويه وتحتيه وعندنا المصانع القادره. اذا كنا بنتكلم عن الاماكن الصناعيه، المناطق الصناعيه الكامله، اذا كنا بنتكلم عن شبكه الطرق اللي هي كانت تنقصنا حقيقي عشان يبقى عندنا صناعات كبيره وثقيله في مصر، فده المشوار اللي احنا قطعناه. فلما تجيلنا النهارده زياره، لا احنا قطعنا نص الطريق، فاحنا قربنا كتير قوي المسافات عند وضع كان ممكن يبقى شبيه قوي من 10-15 سنه، انه الدول تفكر تقول مصر مكان استراتيجي لكنه لا يصلح. النهارده مصر مكان استراتيجي لكنه يصلح، لكن هناك اليات وهناك اتفاقيات تم توقيعها بالفعل، وده اللي نقدر نبني عليه للي جاي. بعد الفاصل هنكمل كلامنا في شوية، هناخدكم كده في جولة ما بين شأن عالمي وشأن محلي، لكن حقيقي
إذا كان في عنوان كبير لما يحدث في العالم، فإن العالم فقد صوابه في أوقات كتير، وإنه في أمور كتير تستحق أننا نقف قصادها ونفهم وإيه اللي بيحصل في الصورة الكبيرة للعالم. بعد الفصل. للي بيحبوا قصص الخيال العلمي أو مش خيال علمي، قصص الغموض العلمي عجبتهم قوي وغرقنا في تفاصيل حاجة كده انتشرت سنة 2016 اسمها متلازمة هافانا. ومتلازمة هافانا دي لما أثيرت ولما كتر الجدل عنها، اعتبرتها الاستخبارات الأمريكية أنها سلاح بيولوجي، أو أنه سلاح يطلق ضد المواطنين أو خليني أقول إيه أصحاب القرار الأمريكيين والسياسيين الأمريكيين، واعتبرتها حرب بيولوجية بينها اتهمت فيها روسيا أحياناً كوريا أحياناً أخرى. إيه متلازمة هافانا دي؟ متلازمة هافانا بحسب الأعراض اللي رصدت عند المسؤولين وقتها، إنه كان بيسمعوا طنين غريب في ودنهم، وبيسمعوا مجموعة من الأصوات الشديدة والضغط الشديد جداً، والأعراض كانت متشابهة جداً عند مجموعات من الناس. والغريب جدا ان مجموعات الناس دي كانوا يا اما بيشتغلوا في نفس المكان مع بعض في نفس المكان، عشان كده ابتدى يبقى الرصد والتحليل اكتر. وحصلت بقى ابحاث علميه عميقه الى اخر المدى. اذا ينفع تقرا عن متلازمه هافانا هتكتشف ان الموضوع خد حجم كبير جدا، وبقت تقريبا تهمه وصلت لأوقات كتير لسحب الموظفين مثلا الأمريكيين من السفارة الكورية في بعض الأوقات في روسيا، أنه ابتدوا ياخدوا إجراءات احتياطية لأنه اعتقدوا أن مبنى السفارة الأمريكية في روسيا كله حواليه موجات صوتية هي اللي بتسبب للناس متلازمة هافانا دي. القصة خدت أبعاد عميقة جدا. وخليني أقول لكم 2016 دي مرتبطة بمين؟ بفترة قيادة أو رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إحنا النهاردة في 2022، وده اللي يخليك تقول إن العالم في حاجات مش مظبوطة جدا. النهاردة في 2022 السياسات اتغيرت خالص. ترامب كان يؤمن جدا بنظرية المؤامرة، فواضح جدا إن حتى الأبحاث راحت معاه في النظرية وصدقتها. النهاردة بقى بقيادة أو بإدارة سياسية لا تؤمن بنظرية المؤامرة، بغض النظر مين حلو ومين وحش، مين صح ومين غلط، إحنا ما نعرفش. لكن CIA النهاردة أعلنت وحسمت الموضوع، قالت كفاية بقى كلام في نظرية المؤامرة، كفانا حديث عن متلازمة هافانا، لا ما فيش أي تورط لاستخدام روسيا أي أسلحة مسؤولة عن إصابة المسؤولين الأمريكيين بمتلازمة هافانا. الحقيقة الموضوع أنا بحبه وبحب أقعد أرغي فيه وأقرأ فيه وبنبسط لما بسمع تفاصيله، مش لأي سبب غير أنه يشبه كل الأفلام اللي احنا اتفرجنا عليها، يشبه الأفلام الأمريكاني اللي كان فيها العقدة وتصاعد الأحداث في العقدة، وفي الغالب كان لازم يبقى الحل من الجانب الأمريكي. ليها تفاصيل كده مثيرة للتفكير. فاللي ما يعرفش عن متلازمة هافانا هنحكي معاكم كده، أو مع المحلل السياسي ماك شرقاوي معانا من نيويورك، وممكن يقول لنا تفاصيل أكتر وأعمق إحنا بالقراءة البعيدة كده ما كناش نعرفها، إزاي النظرية دي كانت مسيطرة والنهاردة إزاي الكلام اتغير. مساء الخير عليك أولا أستاذ ماك. أهلا، مساء الخير عليك يا دينا، ومساء الخير على جمهورك الكريم في كل ربوع مصر للأمة العربية. ثانك يو، أهلا بيك ومنور التلفزيون المصري. أنا عايز أسألك، الله يبارك في عمرك، عايز اسالك قبل ما نتكلم النهارده في اللي حصل وفي انه الاستخبارات بتنفي انه اي في شبهه مؤامره، يعني هو الى اي مدى كان المجتمع السياسي الامريكي مصدق في متلازمه هافانا، والى اي مدى انت بتشوفها كمحلل سياسي كان فيها جزء منطقي؟ طيب الاول خلينا نقول ان تقرير السي اي اي اللي طلع قال ايه؟ قال اغلب الحالات بالمرض الغريب انه في 1000 حاله اصلا، ما هماش واحد ولا اثنين، منهم 200 فعلا سابت اثار عليهم. قالت ان ما فيش سبب من دوله اجنبيه. ده مش معناه ان ما فيش اصلا يعني متلازمه هافانا. هو بدا فعلا في هافانا، وبدا بموظفين للسفاره الامريكيه والكنديه في
في العاصمه الكوبيه هذا. كان في كوريا الاول، يعني بدات الاعراض دي في العاصمه الكوريه الاول. هو اول حاجه طلعت يعني انتشرت بعد ما موظفين كوبا واخد بالك السفاره الامريكيه، وبعدين السفاره الامريكيه خلصت الى الحد الادنى في السفاره الامريكيه في هافانا. وكان طبعا انتوا عارفين ان اول من رجع العلاقات الدبلوماسيه كان اوباما، يعني رجع العلاقات الامريكيه الكوبيه في على مستوى التمثيل الدبلوماسي، وده كان بي بي يعني بيقابل معارضه كبيره جدا جوه كوبا وايضا جوه الولايات المتحده الامريكيه. وطبعا وبعد كده حصل الموضوع بتاع السفاره الكوريه، وحصل في اكثر من مجال في كمان في افريقيا وفي جزء في اوروبا. ومش كده وبس، بعض عملاء السي اي اي اللي هم يعني الجواسيس الامريكان تم استهدافهم، وهم كانوا بيتكلموا في دول في جنوب امريكا اللاتينيه وفي اوروبا بيتكلموا عن كيفيه مكافحه التوغل وتزايد النفوذ الروسي في هذه المناطق. يعني مش بس موظفين دبلوماسيين، كمان تم استهداف برضه موظفين من السي اي اي او العملاء او الجواسيس الامريكان. فاحنا ما نقدرش نقول انها مش موجوده، ولكن ما نقدرش نقول انها دي من نظريه مؤامره، ونظريه المؤامره دي يعني بنحكمها ونحبكها ان دوله ما بتمارس هذا العمل. حتى سنودن اللي معروف عنه ان هو يعني يعني يعتبر مارس الخيانه العظمى وخان الامانه اللي هو كان موجود فيه، يعني كان متعاقد مع الاستخبارات الامريكيه، طلع تصريح بعد تصريح السي اي اي بيقول يعني لمن كتبوا 360 الف مقاله عليكم ان تتخذوا بعض الوقت للراحه. يعني معناها بالمصر كده او بالبلدي اتبطوا السي اي اي، اقفلوا على الموضوع شويه يعني. لكن السي اي اي ما قالتش ان ما فيش حاجه، قالت ان ما هياش يعني مقصوده من دوله بعينها، ما هياش مدفوعه باهداف تقصد الضرر مثلا بموظفين امريكيين. لكن هي سببها ايه؟ يعني لانه احنا عايز اسال حضرتك في دي، لانه قرينا كتير من التحليلات اللي بتقول دي موجات صوتيه او موجات قصيره المايكروويفز، يعني فسببها ايه؟ يعني هل هي مرتبطه بالبلاد؟ هل مرتبطه باستخداماتهم؟ العلم وصل لحاجات غير عاديه كده. يعني انا اقدر اقول لك ان في مسجل صوت ممكن يتوجه في بيم معين كده يطلع يسجل على مسافه 100 متر اللي انت بتقوليه بمنتهى الوضوح، وهو قاعد بعيد عن 100 متر عنك، مجرد معاه مسدس بيوجهه زي رادار صغير كده يوجهه للصوت. فاستخدام الموجات دي العلم تقدم فيها جدا طبعا، وممكن جدا ان يكون النظريه دي نظريه حقيقيه، طبعا لا انا لا اؤكدها ولا انفيها، ولكن فعلا ممكن يكون في تقدم. وبعدين الاعراض اللي الناس اشتكوا منها، قالوا حسوا بعضهم سمع طنين، بعضهم سمع صوت زي تكسير المعادن، بعضهم سمع صوت زي صرير قوي حتى لو غطى ودانه ما بيقدرش ان هو يوقفه، وبعضهم حسوا قالوا ان هم حسوا بضغط كبير في الجمجمه بالظبط، واعراض من الاعياء الكامل بعد التعرض لهذه الحالات. وبعدين طب سؤال، ليه بس موظفين السفاره الامريكيه؟ ما فيش حد اشتكى تاني من المنطقة المحيطة؟ ما هو الموضوع بيه، ما هو علشان كده كان في شيء عام، يعني هو ده اللي عايز اشارك حضرتك بيه، انه عشان كده مثلا السفارة الأمريكية في روسيا قيل كده انه كان في موجات موجهة إلى الدور الرابع والخامس فيها تحديدا عشان تسبب الأعراض دي عند الموظفين اللي مواقعهم حساسة. كل الكلام ده الاستخبارات الأمريكية نفته؟ هو الاستخبارات الأمريكية أعتقد أنها يعني في بعض الأحوال، ويعني ده انا شفته على مدار ال 20 سنه اللي انا قعدتهم في امريكا، اما بيكونوا بيحاولوا يصرفوا النظر عن موضوع يبقى هم بيدوروا على اصول وجذور للموضوع في اماكن اخرى. وفي بعض الاحوال ممكن يكون اجراء من اجراءات التحقيق او اجراء من اجراءات جمع الاستدلالات اللي هو بيدي البحبوحه للي بيرتكب هذا العمل او بيعمله انه يحس بنوع من الارتياح ان هناك عدم تتبع. ولكن لا اعتقد ابدا ان يعني بنسبه 100% هذا غير حقيقي، وايضا لا اعتقد ان هو يعني حروب ما بين اجهزه مخابرات، وان صح الكلام ده هتبقى كارثه، لان يعني استخدام موجات غير مرئيه ومن ابعاد مختلفه ومن اماكن مختلفه لاستهداف يعني الاخرين، ده بالتاكيد ممكن يبقى سلاح في منتهى الخطوره، وممكن يعتبر من
اعمال الحرب ضد الولايات المتحده الامريكيه ممكن يكون ذريعه الى اتخاذ اجراءات عقابيه اقتصاديه وسياسيه. يعني ممكن تكون دوافع سياسيه اغلاق هذا الملف دلوقتي. انا بشكرك. اعتقد ان التقرير كان مريب شويه. ده حقيقي. انا بشكرك شكرا جزيلا، وتبقى كتير من الامور زي ما كنا بنقول قبل فاصل، احيانا تشعر ان العالم فقد صوابه، او احيانا تشعر انك لا تعرف الا العناوين الرئيسيه من المواضيع اللي يبدو ان فيها قدر كبير من الخطوره، لانه متلازمه هافانا بنظريتها ما اعرفش بشجعكم يعني اللي يحب يدخل يدور كده ويقرا فيها هتلاقيها قصه بوليسيه لطيفه جدا مثيره للجدل، والاعراض احنا عارفين انه حوالينا كلنا موجات صوتيه، والمجال الفضاء اللي احنا شايفينه ده كله موجات، فطبعا ما كلنا بنتعرض لموجات، فاشمعنا المجموعه دي من الناس حست بالاصوات، حست بالطنين، الموجات دي اثرت عليها وعلى جهازها العصبي بالشكل ده؟ في اسئله قد يكون ملهاش اجابات، او قد تكون اجاباتها غير معلنه وما نعرفهاش الا لما بيشاء اصحابها انها تعلن. بعد الفاصل بقى هنرجع نتكلم عن حاجة تانية برضو يبدو فيها أن العالم فقد عقله، وأنا عارفة أنه ناس كتير مننا تابعوا وشافوا اللي حصل في بريطانيا مؤخرا عن إعلان أنه لا داعي للكمامات، لا داعي للقاحات على لسان بوريس جونسون، والموجة الغاضبة جدا اللي حصلت عليه. بعد الفاصل مرة تانية احنا بنتكلم وما زلنا بنتكلم اننا عايشين واحد من اصعب الفترات اللي عدت على جيلنا ويمكن الجيل اللي سبقنا والجيل اللي بعدنا فيما يخص الاجراءات الصحية عموما، الاجراءات الاحترازية، كورونا وتداعياتها، والسنتين التقال اللي بيعدوا على العالم، احنا كلنا العالم كله بيتمنى انها تنتهي، وعارفين انها هتنتهي، وقادرين نفهم ونستنى كل فترة نقول إمتى مناعة القطيع، إمتى نقول إنه العالم في أمان، إمتى نقول إنه هنتعامل معه لأنه مرض عادي ليه علاج مثلا. فدي أسئلة كلها مشروعة، ومشروع جدا إن حد يروح كده بأحلامه ويقول أنا عارف إمتى هتنتهي كورونا، أو يعني أو تحديدا أنا هقدر أتابع إلى حين انتهاء الأزمة. لكن في ذروة مواجهة العالم لأوميكرون والمتحور اللي مش هنقول أكثر خطورة لكنه الأكثر قدرة على الانتشار، العالم كله بيسجل أرقام كارثية في الإصابات، هي مش كارثية الحمد لله في الوفيات لكن في الإصابات، وده معناه إن احنا في قلب موجة حقيقية لوباء حقيقي العالم كله بيواجهه، وده كلام مش جديد، ده كلام كله قديم جدا. لكن في الوقت ده احنا كمان جوانا كده نقول إمتى يطلعوا يقولوا لنا كل ده كان مش حقيقي، الحقيقة ده مش هيحصل. لكن اللي طلع بقى حاجة تشبه كده، تشبه الخيال ده، أنه رئيس وزراء واحدة من أهم الدول المؤثرة ومن أكثر الدول اللي تأثرت بكورونا ومن أكثر الدول اللي عانت من أوميكرون، رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قال كده أو أعلن في برلمان أو أمام البرلمان في بريطانيا رفع معظم القيود المفروضة على بريطانيا ابتداء من 27 يناير الجاري. انت متخيل انك تقول النهاردة او من يومين، يعني هو قال انه بعد 7 أيام انسوا الكمامات، انسوا الاجراءات الاحترازية، انسوا اي احترازات في المدارس، ودي كلها كانت اجراءات عنيفة، مش احنا مش بنتكلم في دولة كانت بتهزر، الدولة كانت ماشية كحد السيف في هذه الاجراءات. ايه اللي حصل ده وخلفيته ايه؟ بس تعالوا الاول نشوف الكلمة، لانه حتى طريقة إلقاء الكلمة وطريقة التفاعل معها في حاجة غريبة، تعالوا نشوفها. So this morning the cabinet concluded that because of the extraordinary booster campaign together with the way the public have responded to the plan B measures we can return to plan A in England and allow plan B regulations to expire. As a result from the start of Thursday next week mandatory certification will end. Organisations can, of course, choose to use the NHS COVID pass voluntarily, but we will end the compulsory use of COVID status certification in England. هو دلوقتي بيتكلم إنه كل حاجة تخص الإجراءات الاحترازية هتنتهي.
كل ما يخص شهادات التطعيم عشان تدخل المكان هتنتهي، كل ما يخص الكمامات في المدارس هينتهي. وزي ما انتوا شايفين في تهليل ومعارضة وراه كده في الأجواء اللي وراه. الحقيقة انه القرار بوريس جونسون زي ما احنا ممكن نتخيل، يا بريطانيا قالت كده يبقى احنا يلا نمشي وراها. الحقيقة بريطانيا في زاويتين او طريقتين لطرح نفس القصة دي، رغم انها قصة غريبة جدا، وانك هتقدر تقول انه في حاجة مريبة او ان ده قرار غير عقلاني. الاول خلونا نسمع ردود الافعال في الشارع البريطاني، لكن كمان بوريس جونسون نفسه قال على تويتر احنا اول دولة قدمت الفاكسينز، احنا اول دولة خدت الجرعة المنشطة للتطعيمات، واحنا اول دولة خدت الاجراءات، واحنا طول الشتاء ما قفلناش بلدنا. هو بيتكلم بطريقة الواثق، لكن الناس في بريطانيا شافوا الراجل ده بيتكلم ازاي، والدليل انه من يومين لحد النهارده فيش اي دولة تجاوبت مع هذه الاقتراحات او الطرح ده. خلونا نستقبل ونرحب بالكاتبة الصحفية الأستاذة عزة الزفتاوي اللي معانا من لندن. مساء الخير عليك. مساء الخير، أهلا وسهلا دكتورة ديان. أستاذة عزة، أنا لما شفت الفيديو في لأول مرة تخيلت كده أنه دي هزارة، أو أنه حد عامل الفيديو ده مركبه كنوع من الأحلام، يعني أن إحنا فجأة هنصحى الصبح كده ففي حد يقول أن انتهت الكورونا من العالم، إذا هو قال عن بلده. فشفتوها ازاي، او الشارع الداخلي في بريطانيا شاف التصريحات العنيفه والقرارات العنيفه دي ازاي؟ طيب خلينا الاول نقول استاذه دينا انه رئيس الوزراء البريطاني عندما اتخذ هذه الاجراءات او هذا القرار كانت تحكمه الكثير من الدوافع السياسيه والاقتصاديه قبل اي شيء، وبالتالي هو لجأ إلى هذه القرارات التي وصفت في الشارع البريطاني وفي وسائل الإعلام البريطانية بكافة توجهاتها سواء اليسارية أو اليمينية، وصفت بأنها خطوة شعبوية. بمعنى أنه رئيس الوزراء البريطاني كان من المبكر أن يعلن هذه الخطوة، كان في شهر ديسمبر بعد أعياد الميلاد قد أعلن عن إجراءات وصفها بالخطة باء لمواجهة انتشار فيروس كورونا وخاصة المتحور أوميكرون. وكان من المفترض أن يوم 26 يناير يقوم بمراجعة هذه الخطة وأيضا يبني على أساسها وعلى أساس البيانات الرسمية العلمية والطبية ما هو سيأتي بعد يوم 26 يناير، ولكنه كان مبكرا عندما أعلن قبل 3 أيام أمام البرلمان البريطاني أنه سوف يرفع الجزء الأكبر من هذه القيود ابتداء من يوم 27 يناير. لن يكون هناك التزام بوضع أو ارتداء الكمامات، أيضا لن يوصي بالعمل في المنزل أو عن بعد، لن يشترط تقديم شهادة صحية لدخول النوادي الليلية أو التجمعات الكبيرة. طبعا هذه الإجراءات قوبلت بردود فعل متباينة. الجزء الأكبر من هذه الردود، طبعا رئيس الوزراء كما قلت في البداية كانت لديه أزمة سياسية، هو كرئيس وزراء مأزوم كما يقال بسبب أزمة سياسية تعرض إليها على خلفية ما يعرف بفضيحة بارتي جيت أو حفلات فضيحة الحفلات المشروبات التي يعني لا يمل وسائل الإعلام البريطاني من الحديث عنها، والتي قيل إنه رئيس الوزراء البريطاني شهد وحضر حفلات أقيمت عام 2020 في مقر إقامته بـ10 داونينج ستريت في ظل قيود الإغلاق العام التي كان فرضها في شهر أبريل من هذا العام. بس حضرتك بتقولي سنة 2020، يعني هو دي فواتير قديمة لغضب متراكم ضد بوريس جونسون؟ يعني عندما بدأت بالفعل تظهر هذه الصور وهذه يعني البيانات والدلائل التي تشير أن رئيس الوزراء البريطاني اخترق مع الموظفين العاملين معه في مقر داونينج ستريت، كانت هناك غضبة شديدة جدا من البريطانيين الذين كانوا في ذلك الوقت لا يستطيعون أن يلتقوا مع أحبائهم الذين كانوا في المستشفيات يعانون يمكن من يعني لحظات الموت بسبب فيروس كورونا. وقيل وقتها أنه رئيس الوزراء البريطاني لديه تدابير يفرضها على الشعب البريطاني، ولكن هو لديه لا يفرضها على تدابير أخرى أو قوانين أخرى لا يلتزم هو والعاملين معه في هذه اللحظة.
طبعا هذه الإجراءات لجأ إليها رئيس الوزراء البريطاني، لأنه أيضا يعلم أن هناك غالبية كبيرة من نواب حزب المحافظين داخل البرلمان البريطاني يتمردون هذه بالفعل، ترفض هذه الإجراءات ويروا أنها تقضي على الحريات، ويروا أنها أيضا تقود من يعني عجلة الاقتصاد البريطاني الذي عانى كثيرا خلال العامين الماضيين بسبب هذه القيود وتدابير الإغلاق. طبعا رئيس الوزراء البريطاني حاول أن ينقذ شعبيته، فلجأ كما قلت في البداية لهذه الإجراءات سريعة الخطوة، بدلا من أن يعتمد على رأي العلماء والأطباء في هذا الاتجاه. إذن أستاذ عزة، حضرتك أجبتينا عن جزء مهم جدا من السؤال، وهو أنه الأسباب أو الدوافع وراء القرار اللي يبدو أنه متهور في نظر كتير من العلماء حتى البريطانيين. طب وهو حاول بينقذ شعبيته، هل ده أنقذ شعبيته؟ يعني هل لقى قبول عند الشارع المواطن العادي؟ مش بتكلم على السياسيين اللي هو في صراع معاهم بقاله فترة طويلة، الشارع مبسوط من الإجراءات دي؟ متقبلين الفكرة؟ ليس في معظمه، يعني كما تعلمين دكتورة دينا أنه لن تستطيع أن تحصلي على 100% من الموافقة على أي إجراء. بالتأكيد هناك من يرى أنه هذا الإجراء متسرع، كان من المفترض أن يأخذ هذه الخطوة بشكل تدريجي. على سبيل المثال أنه حزب العمال البريطاني المعارض زعيم حزب العمال كير ستارمر قال أنه يتحفظ على هذه الخطوة، سوف يدعمها ولكن بتحفظ، وطالب رئيس الوزراء بوريس جونسون بأن يقدم الأدلة العلمية والطبية التي اعتمد عليها جونسون. خلينا أقول لك أنه رئيس الوزراء البريطاني يحاول أن يقول للغالبية العظمى من البريطانيين أنه البيانات بتظهر تراجع بنسبة 40% في عدد الإصابات الأسبوعية الجديدة، وأيضا استقرار في عدد المرضى اللي دخلوا المستشفيات، وبالتالي هو يعتمد على بعض البيانات والمعلومات. ولكن الجزء المهم جدا في هذه الإجراء أنه رئيس الوزراء البريطاني ومعه عدد من الوزراء في مقدمتهم وزير الصحة ساجد جافيد وأيضا وزير التعليم ناظم زهاوي بدأوا الحديث على أنه بريطانيا لابد أن تسابق العالم وتكون أول دولة في العالم تعلن أنه العام الحالي عام 2022 سيكون عام الخروج من الجائحة بشكل نهائي. على البريطانيين أن يتعايشوا مع فيروس كورونا ليس كجائحة وفيروس كبير كانت له أضرار كثيرة على الصحة العامة، ولكن أن يعتمدوا على أنه فيروس كورونا أصبح مرض متوطن، بمعنى أنه يتعاملوا معه كما لو كانوا يتعاملوا مع الإنفلونزا على سبيل المثال، يتعايشوا معها عشرات السنين أو فوريفر يعني على الأبد. هو يعني كتير من العلماء والأطباء حتى قالوا لنا كده، إحنا هي كورونا مش هتمشي مش هتخلص. صحيح. لكن سيتغير أسلوب التعامل معها. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، دائما مداخلاتك في منتهى التنظيم والإفادة، كاتبة الصحفية الأستاذة عزة الزفتاوي. القصة بتاعت بوريس جونسون سواء حبينا طريقته أو ما حبيناهاش، ناس كتير قوي في العالم بيرونه متهور بشكل كبير، زي ما أستاذة عزة شاركتنا كده قطاع كبير شايف أن ده كلام مظبوط وتعقل. هو نفسه بيدافع عن نفسه على تويتر وبيقول احنا الدولة اللي سبقت في التطعيمات، احنا اللي سبقت في الجرعات التنشيطية، احنا اللي سبقت في كل الإجراءات الاحترازية، ومن حقنا اننا نكون اللي تسبق في التخلص من هذه الإجراءات الاحترازية وهنعرف نتعامل معاه. بعض الناس يشوف ده ثقة وعلم وقدرة، لكن لسه العلماء في بريطانيا برضو في موجات غاضب عليه. في قصة تانية بقى الشاطر بيشوفها ورا الكواليس، انه السياسيين بيدفعوا الثمن الاكبر مش بس لمواقفهم لكن لفكره غياب القدوه. يعني بوريس جونسون واحد من السياسيين اللي دفع كتير جدا من شعبيته بس بسبب خطا انه لم يطبق على نفسه ما طلبوا من الناس او ما طلبوا من المواطنين، ودي طول الوقت في المجتمع الغربي فاتورتها باهظه جدا من الشعبيه ومن الاستقرار للأشخاص. الحقيقة احنا نتمنى ان كلامه يطلع مظبوط، لكن على كل حال لن نصدق ده في قلب الموجة، ولا نقدر ولا عندنا رفاهية ده إلا انه لما نطمن انه فعلا الحالات بتقل والأعداد بتقل. في الوضع الحالي احنا ملتزمين احترام الشتاء واحترام الإجراءات الاحترازية، والاتنين بقى قاعديننا في البيت بصراحة.
ولاننا مستنيين بقى تزهزه الدنيا كده وتحلو ومستنيين حاجه تفرج عننا في الحكايه اللي جايه او القصه اللي عايزين نتكلم فيها اللي جايه توجع القلب، لانه احنا لما بنتكلم عن ذكريات طفوله اي حد فينا، اي حد مصري فيك يا مصر، هو فيها من ضمن معالمها الرئيسيه جنينه الحيوانات وزياره حديقه الحيوان. كنت لسه بتكلم مع زمايلي قبل هوا انه احنا جنينه الحيوانات من سنتين بس، مش من بعيد صدقوني، كنا بنتكلم الله ازاي اتطورت كده، الله ده في مجتمع مدني بيشارك، وازاي بقت في منتهى الجمال والنظافه، وعملنا تقارير من هناك. لكن الحقيقه انه ازمه الكلام عن حديقه الحيوان ممتده لسنين قبل كده. لما نيجي النهارده بقى ونسال هو اخبار جنينه الحيوانات ايه بعد سنتين كورونا، بعد هدوء نسبي جدا في اعداد الزيارات، بالمناسبه ده مش معناه ان الاماكن تتدهور، ده معناه انها فرص حقيقيه للتطور. جنينه الحيوانات او حديقه الحيوان في الجيزه معلم من معالم مصر السياحيه، هي اقدم حديقه حيوان في افريقيا، سميها زي ما تسميها، لكن الحديث عن حديقة الحيوان واستعادة جمال حديقة الحيوان ده يعني مع احترامنا الشديد لكل القائمين عليها ليس تفضلا من القائمين عليها، لكنه ده واجب حقيقي على أي شخص عايز يرعى الأماكن الأساسية في مصر واللي بتعتبر مقاصد سياحية. هي مش بس حديقة الحيوان هو مكان مهم أو مقصد ترفيهي مهم، إن هو ليها مكانة حقيقية عندنا. الاختصار كده للموضوع ده أنه حديقة الحيوان تدهورت بشكل كبير، وأنه في محاولات حقيقية لاستعادة رونقها وإعادتها لسابق عهدها. خلونا نعرف تفاصيل أكتر إيه اللي حصل الفترة الأخيرة. دكتور محمد رجائي مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان معنا على التليفون. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير أستاذة دينا، إزي حضرتك؟ عندي سؤال. تفضلي. احنا مش من سنتين كنا بنحتفي وكنا بنكلم حضرتك اعتقد وكتير من المسؤولين وشايفين قد ايه جنينة الحيوانات تطورت وتقدمت بشكل كبير، احكي لنا ايه اللي بينقصها النهاردة وايه التحديات اللي واجهتكم على مدار السنتين اللي فاتوا خلتنا نبقى محتاجين لإعادة تطوير شامل للحديقة. طبعا انا بشكر حضرتك يعني على اهتمامك بجزء ده، حديقه الحيوان زي ما حضرتك قلتي ده جزء من تاريخ مصر وحديقه تراثيه ومن اقدم حدائق العالم. أيوة. تاني حديقه في العالم من حيث الانشاء، ويعني الحديقه تستحق منا الكثير والجهد ان احنا نخليها في مصاف الحدائق الحيوان العالميه. والحديقه الفتره اللي فاتت طبعا يعني شهدت جهد كبير في التطوير، وشهدت جهد كبير في تطوير الاماكن الاثريه بيها وفتحها للجمهور. والحقيقه برضو احنا دبرنا مجموعه من الحيوانات الكثير الفتره اللي فاتت، ويمكن فتره كورونا كانت يعني فتره احنا استفدنا منها في الهدوء اللي حصل في حديقه الحيوان، بحيث ان احنا قدرنا برضو نعمل خطه اكثار حقيقيه لجميع الحيوانات اللي موجوده داخل الحديقه، فدي ساعدتنا على زياده بعض انواع الحيوانات. والحقيقه اتبعنا اسلوب جديد في ان احنا ندبر حيوانات مش موجوده عندنا عن طريق البدل من الزياده اللي حصلت عندنا دي، احنا بدلنا. انا فاكره الزرافه اللي اسمها ايه كان اللي جبتوها جديده دي؟ احنا جبنا 2 زرافه جبناهم. جبنا 7 بحر، 4، 2 للاسكندريه و2 للقاهره او للجيزه. وجبنا الفتره اللي فاتت نمور بنغاليه، جبنا مجموعات كبيره جدا. الزرافه بس اخبارها ايه؟ قول لي لسه عايشه ولا ماتت؟ لا بصحه جيده طبعا. بصحة جيدة، والناس بتتفرج يعني بتستمتع برؤية الزرافي الجديد اللي موجود عندنا، وأيضا 7 البحر والنمور و... طب يعني أسألك سؤال عملي جدا يا دكتور، يعني حديقة الحيوان بخير كله تمام ولا طبعا احنا طبعاً محتاجين تطوير شامل بقى وكبير؟ أصل احنا الكلام عن تطوير وتشكيل لجنة كبيرة جدا كده ومشروع كبير ده بيقول لنا ان احنا كمان كزائرين لحديقه الحيوان عايزين نسال التطوير بياخد وقت قد ايه، مين الاطراف المعنيه ومسؤوله عن التطوير؟ لا طبعا الحديقه تحتاج الى تطوير شامل. لان الحديقه يعني احنا الدوله الحمد لله يعني توجهت الفتره الاخيره لاعاده حديقه الحيوان الى عضويه الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان.
أوكي. فدي الخطوه الهامه اللي احنا لازم يعني تبقى هدف لينا، بحيث ان احنا يبقى يعني لما ترجع عضويه الحديقه للاتحاد الدولي يبقى احنا كده بنتبع المعايير الدوليه في ايواء وتغذيه وتربيه الحيوانات اللي موجوده عندنا. دكتور محمد، هو يعني مساحه حديقه الحيوان هي متهيألي من اكبر حدائق الحيوان في المغلقه، يعني مش المفتوحه في افريقيا، ولا انا دي معلومه قديمه؟ لا لا، دي حقيقه فعلا. حديقه الحيوان مساحتها الحاليه 85 فدان، وفي مشروع طبعا يعني وزاره الزراعه دلوقتي بتدرس كل المشروعات او العروض المقدمه، بحيث ان احنا يبقى في تطوير شامل لحديقه الحيوان وينضم اليها حديقه الاورمان، فهتوصل لاكثر من 100 فدان، فده مساحه كبيره جدا. وان شاء الله يعني في مشروعات مقدمه او مقترحات مقدمه كثيره جدا، وهيتم استعانه بخبرات اجنبيه على اساس ان احنا يبقى ماشيين طبقا لمعايير الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان. انا ان شاء الله الدوله مهتمه جدا باعاده هذا الاثر لقيمته ومكانته التاريخيه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد رجائي، رئيس الاداره المركزيه لحدائق الحيوان. اذا كان دكتور محمد بيقول لنا الامور تسير على ما يرام، لكن الصور بتقول لنا ان احنا في مكان قديم، قديم بمعنى قديم، مش بمعنى عتيق واثري وجميل، لا، قديم بمعنى بيتهالك او محتاج الايد ترعاه. لكن نتمنى زي ما طول الوقت بنطلب في اي حاجه في بلدنا بتتطور، ان احنا عايزين نشوف تطوير، وعايزين نشوف كمان الحفاظ على الهوية والحفاظ على الطابع الأثري والحفاظ على البساطة والأناقة والجمال بتاعة جنينة الحيوانات وحديقة الأورمان، المنطقة الساحرة ببساطتها كما هي. نتمنى، مبسوطة جدا أنه لجنة الإشراف على التطوير تضم في عضويتها رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. عايزين نشوف جمال، مش عايزين نشوف تطوير غير مدروس، أو مش عايزين نشوف تطوير مش كامل أو نقصه حاجة، اللي عايزين نشوفه في كل المجالات. ونتمنى، أعتقد أنه حديقة الحيوان ممكن تبقى النموذج اللي يتقدم كتطوير ينجح في تحقيق الهدف منه، وفي نفس الوقت يخلينا نبقى مطمئنين بالحفاظ على هوية الأماكن اللي دايما هتلاقينا المصريين يمسكوا فيها. إحنا بنحب نحافظ على هوية الأماكن اللي تخصنا لأنها جزء حقيقي من تاريخنا ومن حاضرنا. بعد الفاصل نتكلم بسرعة جدا، إحنا عندنا لسه موضوعين جمال جدا، هنكلم عن قانون العمل والتغييرات اللي فيه، والمجلس الشيوخ بيناقش بعض التعديلات عليه، وهنرجع نختم بفقرة لذيذة جدا مع الأيدي الناعمة عندما تتولى الحراسة، واحدة من بودي جارد، بس بنوتة جميلة بودي جارد، هتكون ضيفتنا بعد الفاصل. الأسبوع ده كان أسبوع حافل وكبير جدا في مجلس الشيوخ، ومجلس الشيوخ بيعمل دور مهم جدا، وهو أنه بيناقش القوانين وبيحط عليها بعض التعديلات، القوانين اللي الحالية أو المقترحة من الحكومة بيحط عليها تعديلات وأفكار وخبرات، ثم يحيلها إلى مجلس النواب لمناقشة أخرى وتنقية وتنقيح للمرة الثانية. عشان كده هنلاقي أنه القوانين في مصر بتتعصر اليومين دول، بيطلع إذا صح التعبير وما كناش منحازين أفضل ما فيها لسير تطبيق القانون، لأنه طول الوقت كان عندنا تحدي كبير جدا أنه القانون موجود بس مش عارفين نطبقه، لأن هناك في نص القانون ما يمنع تطبيقه أو ما يخليه أو اللي بيفصله شوية عن الواقع. واحد من القوانين اللي كانت موجودة بالفعل كان قانون العمل، صدر سنة 2013 وكان قانون مهم جدا، لكن في بعض البنود كانت غير معقولة أو بتخليه مش سهل تطبيقه. التفاصيل دي كلها اتناقشت الأسبوع ده في مجلس الشيوخ، وتحط مجموعة من المعايير اللي تبدو للناس أنها أصعب، هتصعبها على الناس أو على العامل، لكنها بصراحة جدا اللي ماشي مظبوط مش بيقلق خالص من الحاجات دي، لأنها بتحمي حق الشخص اللي ماشي مظبوط في مؤسسته. مش عايزة أتكلم كتير وأرغي كتير، لكن عايزة أسأل الزميل العزيز والنائب عمرو عزت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مساء الخير عليك سيادة النائب. مساء النور يا فندم. محتاجة يعني نلخص للناس كده
ايه اهم التغييرات اللي قدمت على قانون العمل المطروح واللي ممكن تكون لصالح مش بس العامل لكن لصالح المؤسسة ككل؟ لانه بعض الناس شايفة انها يحظر 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 ففي حظر كتير جدا، هل ده لصالح الموظف اولا؟ واحكي لنا كانت ايه الاسباب. طيب يعني خلينا في البداية نقول ان الايام اللي بيناقش فيها مجلس المصري عمل ده مشهود للدولة الوطنية المصرية، القانون بينتظر الملايين من عمال معولين فيه على الدستور المصري في مواده 12 و13 و27 اللي بتتحدث بشكل جلي وواضح حقوق العمال ومطالبهم. مجلس الشيوخ قانون العقد واجد امام قاعته موقره، قانون غايه في الاجتماعي بيحتاج الى ميزان من الذهب لضبط العلاقه والايقاع ما بين العامل وصاحب، واحنا دايما كنا بنقول يعني طبقا للقوانين العمل السابقه المعمول بها ان هي قوانين انه قانون عام كان لا يحقق او ايقاع ما بين فئتين لا تصالحهم. اعتقد ان قانون العمل اللي بيناقش امام مجلس الشيوخ الان خرج بكثير حزن في العلاقه ما بين رب العمل والعامل، اصبح ادوات منظمه وقوانين او مواد منظمه تحمي الطرفين وتعمل على ضبط الايقاع في العلاقه. قانون العمل الجديد انتصر للمراه وانتصر لعماله الاطفال والامان في التشغيل السلامه المهنيه. حتى الان قانون العمل معروض امام القاعه الموقره مجلس الشيوخ وامامنا بعض التعديلات الهامه لنكون مش عايز اقول ان احنا بننحاز لطرف عن طرف العامل عن صاحب العمل، لكن كل هدف مجلس الشيوخ انه يطلع قانون متوازن يحقق التوازن لصالح الدولة الوطنية المصرية من ضمن القوانين اللي احنا يعني هتبقى ان شاء الله محل نقاش بشكل كبير جدا في جلسة يوم 30/1 في المادة المتعلقة بالمادة 142 من قانون العمل، واللي هي بتتحدث عن يعني اذا كان ان شاء الله المجلس وافق على التعديل المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فأعتقد إن احنا كده نخرج بقانون متوازن يحقق توازن ما بين الطرفين. نص المادة بيتكلم عن المادة 142 تحديدا، إذا أنهى صاحب العمل العقد غير المحدد المدة لسبب غير مشروع كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه. في نص المادة الأولانية يعني أعتقد إن هي بتدي الحقوق المادية للعامل، ولكن احنا بنطالب إذا العامل تم فصله بسبب غير مشروع فإنه ياخد تعويض مادي عن الفترة اللي قعدها من الشغل أو فترة الفصل مع العودة مرة أخرى للعمل. هنا أصبحنا إن احنا بندي لرب العمل سلطة الفصل، علما بأن قانون العمل في مواد من مواده بتنظم انه لا يجوز فصل العامل دون اللجوء او دون موافقه المحكمه العماليه. اعتقد الماده دي ماده مهمه جدا، اعتقد ان الماده دي وتعديلها اذا مر في القاعه يوم 30/1 ان شاء الله في تعديل مقدم من تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، اعتقد ان احنا بشكل كده نخرج بقانون غايه في التوازن وضبط الايقاع ما بين رب العمل و العامل. بالضبط، أنا بشكرك شكرا جزيلا. ويمكن ملخص كلام عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة القوى العامة الأستاذ عمرو عزت هو يخص كده أنه في حالة كده من ضبط الأداء اللي لازم يحصل ما بين العامل وبين صاحب العمل، يعني حتى صاحب العمل ليه حقوق لازم قانون العمل يحفظها، ومن أهمها سرية الأوراق الخاصة بالعمل، من أهمها عدم تلقي هدايا أو رشاوى أو أي مسمى آخر، من أهمها الاقتراض من عملاء المؤسسة أو التعامل غير الشرعي. دي تفاصيل كتير في القانون وإن شاء الله أتكلم عنها باستفاضة أكتر. أبشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ عمرو عزت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين. احنا اتفقنا نختم معاكم الحلقه بحاجه جميله ولطيفه وضيفه حلوه جدا، هند وجيه هتكون ضيفتي بعد دقائق، هنتكلم مع اول بودي جارد بنت في مصر، امراه بتشتغل بودي جارد، ونشوف كواليس سريعه كده وراء هذه المهنه الغريبه.
مساءكم خير. قبل الفاصل قلت لكم ان احنا معانا بنوته جميله بتشتغل شغلانه غريبه، مفيش حاجه صعبه على البنات ولا الستات في مصر، بس هي بتشتغل بودي جارد او حارس خاص. واحنا كنا يعني مش زي ما احنا فاكرين، احنا بنروح مناسبات نلاقي الحراسات او شركات الحراسه عندهم بنات، لكن هند استقلت كده بنفسها، اشتغلت حارس خاص تحت الطلب اذا صح التعبير، واخدت شهادات وقعدت تذاكر وتكبر في الموضوع. ازيك يا هند؟ مساء الخير. مساء النور. مش عايزه اتكلم، انا عايزه الناس تشوفك وتسمعك كده. احكي لي، انت اشتغلتي في مجال التامين والحراسات من كام سنه؟ من فترة كبيرة جدا. طبعا انا حبيت اللي انا يمكن في اخر فترة انا يمكن جاية قريب، كنت من دبي وخدت اعتمادات طبعا جديدة، اللي انا عضوية في منظمة الشرطة وخدت عضوية مكافحة الجرائم. فدي كانت حاجة كويسة جدا ضفت لي في شغلي، لان انا شغالة حارس شخصي مش بودي جارد. احنا يعني هو المصطلح واحد، بس في فرق بين الحارس الشخصي والبودي جارد. طب استني، انا بقى ليه بسالك السؤال على طول مباشره، الفرق بينك تشتغلي مع شركه او لوحدك؟ تمام. احنا عارفين في كليه شرطه، تمام، وفي كليه شرطه بنات، تمام. انت مش خريجه كليه شرطه؟ لا. بس انت اشتغلتي جوه الشركات اللي هي بتقدم الحراسات، شركه امن. بالظبط. استقلتي بنفسك ليه يا بنتي؟ ليه عايزه تعملي كده؟ لا، انا كنت شغاله الاول، اول بدايتي كنت شغاله في شركه حراسات خاصه عاديه جدا. كنت بنزل بقى تامين حفلات، بنزل تامين ممثلين. كنت بشوف قوي انه بيلفت نظري، كان بنات حلوه واموره كده زيك وشغالين في حراسه. تمام. فحبيت اني يعني كنا بننزل تامين حفلات او تامين ممثلين، حبيت ان انا اغير المفهوم هنا، ان الست قادره ان هي تقوم بالاعمال الرجوليه زي ما الراجل في بعض الاوقات برضو بيقوم بالاعمال الانثويه. فحبيت اطور من نفسي. فطبعا كنت حابه ان انا في يوم كنت واقفه فلقيت في شخصيه دبلوماسيه داخله ومعها الحرس الخاص بتاعها. لقيتها بنت؟ لا، راجل. أوكي. فقلت انا ليه ما اعملش حاجه زي كده، انا حابه ان انا اعمل حاجه زي كده. بدات اسال، بدات اتكلم في حاجه زي كده. فطبعا في يوم صديق ليا يعني واكلمني وقال لي ايه رايك، ده في شركه في دوره هنا في مصر لسه نازله اول مره بتتكلم على الحارس الخاص اللي هي انترناشونال في اي بي. فقلت طب انا ازاي هقدر اعمل حاجه زي كده، وتواصلت معاهم. فطبعا الاول كان مش هينفع، صعب، انت بنت، احنا معانا ضباط جيش شرطه امن مركزي، مفيش بنات. قلت لهم طب احنا دلوقتي لا عندنا، لا استني استني، هو برضو خلينا نفرق. هي مش بالمسمى الرسمي. تمام. انت بتعمليها خدمه خاصه لشخص بره القطاع الرسمي، صح؟ كيد. يعني هند مش بتقدم خدمة إنه شخص محتاج حراسة فالدولة اللي بتوفر له حراسة، بتأمن له حراسة. أيوة. لا، هند بقى أنا اتصل بيها أقول لها مثلا رايحة حتة زحمة وخايفة على نفسي، تعالي روحي معايا. نجم مشهور خايف من تدافع الناس. بالزبط. يكلمك يقولك أنا محتاجك معايا. بالظبط بالظبط. دي خدمة غريبة جدا طبعا، بس هي معروفة يعني، عايزة دراسة. هي معروفة في بلاد تانية، صح؟ طبعا. هي طبعا في الدول الأوروبية والدول الغربية الحارس الخاص البنات هناك كتير، ما فيش حاجة صعبة، بس هنا في مصر ما فيش حارس خاص سيدة. أنا أول بنت معتمدة من وزارة الداخلية والخارجية وعضو بالمنظمة الألمانية لضباط الحراسة الخاصة الألمانية. لا لا، خليني جوه بقى، قبل بره، مش مهم المنظمة بقى. انت معتمده من وزاره الداخليه؟ ايوه. يعني عملت امتحانات واختبارات؟ ايوه، عملت اختبارات، وطبعا اتوثقت من وزاره الداخليه، ودي كانت حاجه كويسه جدا. يمكن لطيف ده. طبعا. علشان احاول ان انا حتى لو نزلت شغل ابقى افرق بين الحارس الخاص والبادي جارد. ما هو ممكن البادي جارد ينزل مع ممثل، ينزل مع ممثله، بس ممكن ما يكونش عنده رد فعل ان هو ينزل مع شخصيه دبلوماسيه. لازم يكون مؤهل، لازم يكون مدرب، يعني لازم يكون دارس اسعافات اوليه. اما بدات كلمت ان انا انزل الدوره مع القائد هاني الزهار، فطبعا هو رحب بالفكره لانه هو تدريباته كلها بره. انت اصلا هو بيدرب بره؟ مدربه مش كده؟ ايوه. مدربه ايه؟ انا اول مدربه كمال اجسام رجال. واول بص يا جماعه، بتدرب كمال اجسام رجال. واول مدربه اللي انت بتعمليها. اول مدربه لياقه واحمال فريق كره قدم كان رجال برضه، كان فريق اول، كان مع كابتن ابراهيم سعيد. اللي حبيتي اكتر، التدريب والحاجات العنيفه القتاليه اللي انت اشتغلتي فيها ولا الحراسات الخاصه؟ لا، انا حابه ان انا شغل الحراسه اكتر، لاني بحس ان هو مش متواجد هنا، عايزين نحاول ان احنا نوفره هنا بالنسبه لبنات كتير. يعني انا بدات افتح الصندوق
واقول للبنات يلا احنا المفروض ان احنا بقى نبدا، ما فيش حاجه بقى توقفنا، لان انت عارفه يعني هو شغل الحارس الخاص مشكلته ان هو صعب، ممكن تخرجي من البيت ما ترجعيش تاني. لا لا قدر تمام؟ الله ليه. اه طبعا انت بتقومي بحراسه شخصيه مثلا دبلوماسيه، هقول لحضرتك يعني لما تيجي تنزلي مع شخصيه دبلوماسيه ما ببقاش لوحدي، بنبقى طقم مجهز مدرب، بناخد الاوامر من التيم ليدر اللي هو الحارس الاول. تاني لازم افرق، كل ما تقولي الحته دي لازم افرق بين ان شخصيه دبلوماسيه تكلف بحراستها مجموعات من وزاره الداخليه، دي قصه بشكل تمام رسمي. تمام. هند بتقدم خدمه لو حد مش مطلوب حراسته لكن هو عايز حراسه، صح؟ اكيد اكيد. طب يا هند ايه اكبر تحديات؟ يعني مثلا بصراحه كده لو رحتي محفل كبير ما فيش حد بيتضايق من وجودك او بيحس انه قلق او بيحس انه بصراحه يعني لا احنا نحب البادي جارد الضخم ده شكله يخض كده وهو واقف على الباب، لكن لا هند دي كتكوته خالص، يعني انت حتى مش جسمك ضخم. أيوة. انت جسمك رقيق. لسه دلوقتي بقول لحضرتك ان البادي جارد بيعتمد على الجسم على عضلات، انما الحارس الشخصي احنا لو شفناه في الدول بره ما بيعتمدش على الحاجات دي، بيعتمد إيه؟ على مهارات ثانيه. إيه اول حاجه لازم يكون عنده رد فعل سريع، اكتشاف المخاطر قبل وقوعها، لازم يكون ملم بالمعلومات اللي تخص الشخصيه اللي معاه، عارف كل كبيره وصغيره. لازم يقوم بتامين المكان بنسبه 100%. لازم يبدا على اتصال باصدقائه بالتعامل بالبروتوكول، لازم نتعامل مع الناس ببروتوكول، احنا مش ناس مثلا زي ما حضرتك بتقولي لازم يكون لا احنا بيتوفر عندنا الشغل ان اهم حاجه ازاي هنتعامل مع الناس، تعرفي امتى تطلبي مساعده امتى تطلبي دعم. بالظبط بالظبط. واهم حاجه اللي احنا بنحاول نتجنب المشاكل على قد ما نقدر، يعني ما يقدرش نعمل مشكله ومعانا في اي بي عشان ما ينفعش نعرضه هو كمان للمشكله. احنا وقتنا خلص، بس ما تقولي لنا اشتغلتي مع فنانين؟ اه طبعا اشتغلت مع مين اسهل، فنانين ولا شخصيات عامه؟ لا شغل انا بحب شغل الشخصيات العامه. انت عايزه انت عايزه الحاجات الخطر. اه بحس فيها. شكرا يا هند نورتينا، ومبسوطه بحماسك ومبسوطه بتطويرك لنفسك. وهند وجي بنت بتشتغل حارس خاص، هي مش عايزه نقول بادي جارد لان هي حارس خاص تعتمد على مهارات الذكاء، واحنا الستات نحب الذكاء قوي. نورتينا يا هند. الله يخليكي، شكرا جدا، وانا سعيده جدا ان انا اتواجدت معاكم النهارده. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، نشوفكم ان شاء الله على كل خير.